فريق الأهلي خاض مرانه الأخير في مدينة أبو ظبي الإماراتية استعداداً لمواجهة سيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر المصري. قاد مخطط الأحمال فقرة بدنية قصيرة عقبها الانتقال إلى الجوانب الخططية والتخصصية وتقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع، وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين. رابطة الأندية المصرية المحترفة حددت مكافأة مالية قدرها 1,500,000 جنيه مكافأة لبطل كأس رابطة الأندية في الموسم الجديد 24-25 على أن يحصل الوصيف على 1,000,000 جنيه. منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مدربه مصطفى لطفي حقق الفوز على المنتخب الغاني بنتيجة 6-3 في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة الأمم الأفريقية واللي بتقام بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر في الفترة من 19 لحد 26 أكتوبر الجاري. فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي توج بلقب بطولة أفريقيا للأندية واللي بتستضيفها المغرب بالفوز على نظيره فلاورز البنيني بنتيجة 43-22 في النهائي. فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك فاز على منتدى المغربي بنتيجة 35-25 في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية ببطولة أفريقيا للأندية واللي بتستضيفها المغرب في الفترة من 10 لحد 19 أكتوبر الجاري ليحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية. فريق أرسنال خسر للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي من فريق بورنموث بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على استاد فيتاليتي ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي. بيتواجد أرسنال في المركز الثالث برصيد 17 نقطة خلف مانشستر سيتي بفارق نقطة عن المتصدر ليفربول صاحب 18 نقطة، وبيحتل بورنموث المركز العاشر برصيد 8 نقاط. أما مان يونايتد حقق الفوز على برينتفورد بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2024-2025. يرفع فريق مان يونايتد رصيده للنقطة 11 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويتجمد رصيد برينتفورد عند النقطة العاشرة في المركز الـ12. فريق توتنهام هوتسبير فاز على فريق وستهام يونايتد بنتيجة 4-1 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب توتنهام هوتسبير في افتتاح مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-2025. ارتقى توتنهام إلى المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، بينما تراجع نادي وستهام إلى المركز الـ14 برصيد 8 نقاط. فريق بايرن ميونخ فاز على فريق شتوتغارت بنتيجة 4-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني. عزز بايرن ميونخ صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني بفارق الأهداف عن لايبزيج بعد تساويهم برصيد 17 نقطة، بينما توقف رصيد شتوتغارت عند 9 نقاط ليبقى في المركز التاسع. انتراخت فرانكفورت المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري عمر مرموش خسر أمام فريق باير ليفركوزن بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب باي أرينا ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني. ارتفع باير ليفركوزن للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 نقطة، بينما توقف رصيد فرانكفورت عند 13 نقطة ليبقى في المركز الخامس. فريق ميلان حقق الفوز على فريق أودينيزي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب سانسيرو ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي. رفع ميلان رصيده ل 14 نقطة ويقفز للمركز الثالث في الدوري الإيطالي بالتساوي مع إنتر ميلان، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 13 نقطة ليبقى في المركز السادس. خلصت نشرتنا الرياضية، نرجع مرة تانية لمصطفى وبسنت. شكرا لك يا محمد.